يا رب اديني المحبة اللي اقعد بيها معاك، يا رب ما تحرمنيش من الكلمة الكويسة معاك. افتح يا رب قلبي عشان يصلي، اديني يا رب روحك القديس عشان اصلي. انا يا رب معرفش اصلي، اديني انت، علمني انت، علمني انت زي ما التلاميذ قالوا لك علمنا يا رب ان نصلي. خلي روحك القدوس يتكلم على فمي، خلي روحك القدوس يحرك قلبي، خلي نعمتك تشعلني، اديني حراره من عندك، اديني رغبه، اديني حب، اديني كلام، اديني قعده، اديني خلوه معاك. ازاي تكلموه؟ خشوا في تجربه الصلاه، في اختبار الصلاه، في ممارستها روحيا علشان تعيشوا فيها. تغيير طعام بطعام، انما تغيير حياه بحياه. ارفع قلبك باستمرار، درب نفسك في الصيام انك تصلي من اجل كل الناس اللي انت نسيتهم. ياما ناس قابلوك وقالوا لك صلي من اجلنا وانت نسيت. ياما ناس ليك قرايب وناس ليك اصحاب وناس ليك تلاميذ وبيقولوا لك كلمنا وانت نسيت. ياما مشاكل عرضت عليك بتاعت ناس تعرفهم. ياما مشاكل عامة ومشاكل خاصة وانت نسيت وما صليتش. انك تصلي من اجل المسيئين اليك، وتصلي من اجل الاشخاص الذين تدينهم في قلبك وفي فكرك وفي لسانك، يعني الناس اللي انت مش مبسوط منهم، اللي بتتكلم عليهم بالشر، اللي بتمسك سيرتهم، اللي انت تعبان منهم، اللي تودي صورتهم في ذهنك، خدهم موضع للصلاح والصيام. قل يا رب احفظ هؤلاء وخلص هؤلاء واعطيني نعمه في اعين هؤلاء. يا رب ما تخليش قلبي متغير من جهتهم، يا رب ما تخليش الحقد ولا العداوة ولا الخصومة تخش في قلبي من ناحيتهم. يا رب سكت قلبي وقلبهم، يا رب حنن قلبي عليهم وحنن قلوبهم عليا، وتخش بموضع لصلاتك. درب نفسك على تدريب التفكير في الصلاة، لأن بيقول الذين يبكرون إلي يجدونني. إزاي تصحى بدري وتصلي؟ إزاي تكلم ربنا قبل الناس كلهم؟ إلا يا رب الكتاب بيقول صلاة الأسرار مكرها للرب، صلاة الأسرار مكرها للرب. أنا عايز أصلي إليك من قلب نقي، من قلب تائب، عشان تبقى صلواتي مقبولة. أنا يا رب أعترف أمامك إن عندي العيب، يا رب تشيل مني العيب ده، مش هقدر أشيله بنفسي. أنا يا رب معترف بيه وعايزك تخلصني منه. نجيني يا رب من الخطية الفلانية دي. مش عايز أسيبك في الصلاة دي غير لما آخد منك معونة عليها. أنا هتشعبك فيك وهمسك فيك لغاية لما تخلصني من الخطية دي. يا رب ارحم ضعفي، ارحم عجزي، ارحم قصوري، أنا مش قادر، اديني قوة، جاهد مع ربنا. فترة التصاق بالله، فترة طلبة، وكل ما يضغط عليك الجوع، وكل ما يضغط عليك الجوع، قل له أنا يا رب مستحق ذاتي، أنا يا رب مستحق ذاتي. يمكن في ناس صايمين بناحية النص ولا الخداشة.